وعلى هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أكد أن الحكومة المصرية تقدم تسهيلات كبرى في سبيل توطين صناعة السيارات. جاء ذلك خلال رقاء رئيس المنطقة الاقتصادية بعدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، أبرزها صناعة السيارات ومواد البناء، لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنة لتكون أول مجمع صناعي متخصص. كما التقى ممثلي شركة جريت وول موتورز المتخصصة في صناعة السيارات للتعاون في توطين هذه الصناعة الحيوية داخل المنطقة الاقتصادية.